عجبك في كل محفل علمها الوافي لعد والناس قادتهم لمريبة اسمه لحاله ليا من انذكر كافي حر انت وعال عدا ضربت مخاليبة ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام بكل خير، نطل عليكم في صباح جديد تشرق شمسه على أرواحنا الجميلة اللي نسعى من خلاله صنع التميز بالجد والاجتهاد والمثابرة كلا في مجاله، وإحنا بدورنا نقدم لكم باقة منوعة بمواضيعها وملونة بمحطاتها الخارجية. خلونا مشاهدينا في بداية حلقتنا نشوف أبرز عناويننا لليوم. مشاركة واسعة في بطولة الدوحة المفتوحة للشطرنج. تخطيط لعطلة الربيع من خلال تطبيق وين. وزارة التعليم والتعليم العالي تستضيف أولمبياد العلوم الدولي للناشئين. في البداية مشاهدينا، نظم الاتحاد القطري للشطرنج في مجمع المرقاب مول بطولة الدوحة المفتوحة للشطرنج وسط مشاركة واسعة من محترفي وهواة هذه اللعبة من مختلف الأعمار، نتابع في التقرير التالي. بمشاركة نحو 140 من محترفي وهواة لعبة الشطرنج من مختلف الفئات العمرية انطلقت منافسات بطولة الدوحة المفتوحة للشطرنج التي ينظمها الاتحاد القطري للشطرنج في مجمع المرقاب مول. احنا سعداء بالمشاركة في البطولة هذه، عدد المشاركين حوالي 140 لاعب، في منهم حوالي 90 لاعب تحت 16 سنة، وتعتبر بطولة مميزة لنهاية موسم مميز قمنا فيه العديد من البطولات المحلية، وأيضا أطلقنا فيه مشروع الشطرنج في المدارس واللي لاقى ترحيب من المدارس الخاصة والحكومية في قطر، وإن شاء الله نحاول نحن نرفع عدد اللاعبين القطريين. البطولة هذه شاهدت يعني حوالي 30 لاعب قطري، ونتمنى إن شاء الله في السنوات القادمة يعني العدد يزيد. البطولة شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور الذي تابع المنافسات بشكل مباشر، الأمر الذي أضفى جوا من الحماس على مباريات البطولة. هاي أول مرة في حياتي ألعب في مكان مفتوح، خاصة أني أنا ألعب أكثر من 20 سنة، فيها متعة كثيرة، وخاصة أن الجمهور يعني يحبوا يتفرجوا على الأجواء هذه ويعرفوا شنو لعبة الشطرنج، فإحنا نحب يعني ننشر اللعبة في كل قطر إن شاء الله. البطولة كانت حلوة ولعبنا زين، كانوا فيها أصدقاء كثير قاعد يشوفوني ويسجعوني.
وفي ختام البطولة تم تكريم الفائزين بمختلف الفئات المشاركة. وتعد هذه البطولة واحدة من الأنشطة التي ينظمها الاتحاد القطري للشطرنج بهدف نشر هذه اللعبة في المجتمع وتطوير مستويات اللاعبين المحليين للمشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية. حلو أن تكون في مجمع عشان تنشر هذه اللعبة، والجميل أن الصغار بعد قدامنا قاعدين يلعبون، الله يوفقهم. مشاهدينا الحين عندنا جولة سريعة لأبرز عناوين صحفنا لليوم. أول صحيفة معانا راح تكون صحيفة الراية، وفيها رسالة خطية من صاحب السمو إلى أمير الكويت تتصل بالعلاقات الأخوية والمستجدات الإقليمية والدولية. عندنا أيضا خبر ثاني في الراية، خبراء يبحثون الارتقاء بالمشاريع الهندسية والإنشاءات العامة خلال ورشة عمل نظمتها كلية الهندسة ومبادرة أشغال. في الراية الرياضية عندنا حضور كبير لمهرجان المؤسس، والشيخ جوعان بن حمد يتوج الفائزين في ثالث أيام منافسات الهجن بالشحانية. في صحيفة الوطن عندنا مجلس الشورى يوافق على المدينة الإعلامية والمطالبة بتشجيع المستثمرين القطريين وإعطائهم الأولوية في المدينة، كما تم إقرار تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وخبر عن الثانوية العامة، نتائج الثانوية العامة الأسبوع الجاري وانتهاء التصحيح ورصد الدرجات بالكنترول، والإعلان كالعادة مشاهدينا راح يكون على موقع الوزارة على وفق أرقام جلوس الطلاب. عندنا أيضا خبر في صحيفة الوطن، أيضا سباير تطلق المخيم الشتوي للأطفال بعد نجاح الكبير اللي شهدت نسختها الصيفية من مخيم الأطفال. أطلقت مؤسسة سباير زون يوم الأحد المخيم الشتوي الأول للأطفال، والذي يستمر لمدة أسبوعان حتى الثالث من يناير المقبل، ولليهال أو الأطفال اللي بين 6 سنوات إلى 14 سنة. عندنا أيضا في صحيفة العرب، منحة قطرية لدعم الصحة في اليمن عبر اتفاقية تعاون بين الهلال الأحمر والصندوق الإنساني. خبر عن الصحة، 100,000 شخص تلقوا التطعيم في الحملة الوطنية ضد الأنفلونزا الموسمية، والصحة تنصح جميع المواطنين والمقيمين بالحصول على اللقاح. وأيضا في موجود مشاهدين قائمة تضم عدد من المرافق الصحية، إذا حابين تروحون لها وتأخذون التطعيم من هناك موجودة في الخبر. أيضا ما زلنا في صحيفة العرب، بدء عملية التسجيل لمهرجان مرمي العاشر 2019. انطلقت مساء أمس عملية التسجيل لبطولات مهرجان مرمي الدولي العاشر للصيد والصقور 2019 في مقر جمعية القناص القطرية بالحي الثقافي كتارة مبنى 33، للي حاب يروح يسجل من الساعة 4 وحتى الساعة 8 المساء، ويستمر حتى يوم 27 من الشهر الحالي. ويقام المهرجان مشاهدينا في سبخة مرمي بسيلين خلال فترة من 1 يناير حتى 2 من فبراير 2019. وصلنا لصحيفة الشرق، وفيها معهد الدوحة يشارك في المنتدى الأول للشباب بالعالم العربي، والمشاركة مشاهدينا أتت مشاركة المعهد ضمن ورشة عمل تحت عنوان نحو خطاب متجدد وشامل حول الشباب، جمعت شبابا من 22 دولة، وتهدف لتعزيز المعرفة لدى الأسرة العربية. أيضا عندنا خبر في الشرق، 15,000 مستفيد من الأنشطة التوعوية لمركز وفاق، والمقر الجديد مشاهدينا يستوعب 560 مراجع. وأيضا عندهم قسم متخصص لتقديم الاستشارات الإلكترونية والهاتفية بأنواعها. وآخر خبر في صحيفة الشرق، عندنا معزاب القناص الصغير يعرف بالتراث ويعزز الثقة بالنفس.
زارت مشاهدينا الشرق أمس معسكر معزاب القناص الصغير في صبخة مرمي بسلين اللي تنظمه جمعية القناص القطرية ويستمر إلى يوم الأربعاء. وسط مشاركة مميزة لعيالنا صقارين المستقبل، وأكد المشاركون أن المعسكر يعرف بتراث الأجداد والأباء ويعزز الثقة بالنفس. في صحيفة الوسائل المشاهدين عندنا 14,000 شركة جديدة تأسست منذ بداية العام ولنهاية نوفمبر بمختلف القطاعات التجارية والصناعية. وأيضا عندنا أرقام مشاهدين في الخبر، 1269 شركة جديدة خلال شهر نوفمبر الماضي، وأيضا عندنا 164 شركة زراعية منذ بداية الحصار الجائر على الدولة. في صحيفة الوسائل عندنا ابتكار تقنيات جديدة بالتصنيع الذكي وتعزيز شراكات القطاعين العام والخاص في ورشة عمل حول التصنيع الذكي لصندوق البحث العلمي. وآخر خبر في صحيفة الوسائل عندنا أنشطة مبتكرة للمشاركين بالمعسكر البيئي، والجميل مشاهدينا أن كان عندهم ورشة عن التحنيط، تعرفوا على كيفيته والأدوات المستخدمة فيه. أيضا كان عندهم ورشة عن التشريح مع التعرف على العديد من الحيوانات في البيئة اللي شرحوا بعض الحيوانات. وأيضا كان في مسابقة الرزيف وقيمة بين المجموعات المشاركة، فاز بالمركز الأول فيها وكأس المسابقة المتسابق محمد الجلهم. وأيضا كانت لعيالنا الصغار بمشاركة 30 طفل. مشاهدينا كانت هذه أبرز عناوين صحفنا لليوم، خلونا حين نروح فاصل ونرجع لكم من بعده. حياكم الله مشاهدينا من جديد. من قبل لا أتي الإجازة يبدأ كل منا يفكر إذا بيسافر أو حتى بيقعد في البلاد، وللي قرر يقعد أعدت له مؤسسات الدولة العديد من الفعاليات والأنشطة حتى يستمتع فيها ويمتع عياله فيها. ومن هذا المنطلق جاء تطبيقنا لهذا الأسبوع اللي بتعرفنا عليه ضيفتنا أستاذة إيمان الحمد، عضو فريق تكنو إيجابي. هذا الصباح، صباح الخير إيمان. صباح النور، كيف أصبحتي؟ الحمد لله. إيمان بدأت الإجازة، عيالنا فاضيين وإحنا يمكن صرنا أفضل من قبل، في ناس سافرت في ناس قعدت. بخصوص الناس اللي قعدت، شنو أنتم حاضرين لهم؟ طبعا بداية الإجازة أتمنى للجميع إجازة سعيدة، وللناس الموجودين هنا في الدوحة في عندنا تطبيق مميز يساعدنا أن نتعرف على الفعاليات الموجودة عندنا في قطر، وأيضا يساعدنا أن احنا نوصل حق أماكن هالفعاليات والأماكن بشكل عام في قطر، واللي هو تطبيق وين. حلو.
طبعا تطبيق وين يساعدنا ان احنا نعرف الاماكن، يعني شلون نوصل حق الاماكن. لو حبينا نروح اي مكان نقدر نستخدم التطبيق عشان نوصل حق هالمكان. ايضا لو حبينا نروح حق البيوت مثلا ممكن نستخدم لوحه المبنى عشان نوصل حق المنزل. ايضا ممكن نستخدم هذا بعد شيء حلو، نعم، حق الناس اللي حابين يروحون يزورون بعض، يزورون بعض بدل ما يطيشون اللوكيشن ويعطيك مكان بعيد عن مكان بيتك. لا، دخل الرقم الموجود على اللوحه الزرقاء ويوصلك على طول للبيت اللي انت تبيه. حلو. ايضا فيه من الاشياء المميزه في التطبيق انه يروينا الفعاليات الموجوده عندنا في الدوله ويدليك على اللوكيشن للوصول حق هذه الفعاليات. جميل. ايش راح نشوف؟ اكيد طبعا هنا نشوف عندنا في التطبيق فيه اكثر من خاصيه. راح اتكلم عن اربع خاصيات بشكل خاص، اللي هي الخريطه والمباني والفعاليات والاماكن. حلو. بالنسبه للخريطه نقدر نتعرف، ممكن ندخل فقط المكان اللي احنا نبي نروح له ويوصلنا له. جميل. ايضا في الخريطه انه يبين لنا الازدحامات المروريه، مثلا هذا الشارع اللي احنا رايحين فيه في ازدحام مروري او ما في. وايضا من الشيء المميز في هذا التطبيق انه يراويك وين الرادارات موجوده، يعني لو كنت انت ماشي في الطريق وكان في الطريق في رادار يعطيك تنبيه ان هذا الطريق في رادار. الرادارات الثابته ولا المتحركه ولا كلها؟ بشكل عام. بشكل عام. حلو. ايضا من الميزه الثانيه في التطبيق اللي هي المباني، مثل ما ذكرت سابقا ان فقط نحتاج ان احنا ندخل رقم اللوحه الزرقاء الموجوده عندنا. فعلى سبيل المثال ناخذ رقم معين، بنروح بيت حد الحين، بنروح بيت حد، بتودينا بيت حد. فلما نحط على البحث راح يوصلنا، يعطينا اتجاهات الوصول هذا المنزل، فقط نهوس على انطلق ويوصلنا لهذا المكان. حلو. في اضافه جديده حق عن البرامج الثانيه؟ نعم، هاي ميزه اضافيه في البرنامج. ايضا الميزه الاضافيه الثانيه اللي هي الفعاليات. في الفعاليات ممكن نشوف شنو الفعاليات الموجوده حق اليوم، الفعاليات الموجوده حق بكره، الفعاليات الموجوده لهذا الاسبوع، والفعاليات الموجوده لهذا الشهر. مو بس شيء، ممكن يقسمها لنا الى عده انواع، مثلا هل معارض، ندوات، محاضرات، احنا نختار شنو الفعاليات اللي احنا نبيها. لو حبينا نتعرف على الفعاليات الموجوده بشكل عام حق هذا اليوم، فقط نختار على تاريخ اليوم وراح يعطينا جميع الفعاليات الموجوده لليوم. اللي الحين واحنا قاعد نتكلم في الاستديو موجوده اليوم فعاليات. نعم، ممكن نشوف. حلو. عندنا هني معرض العالم من خلال الكتب المصوره، عندنا جميل. معرض قطر عبر المجموعات الخاصه، مهندسو قطر الصغار. فلو نروح على فعاليه من هذه الفعاليات راح نشوف وين مكان تواجد هذه الفعاليه، وهي الفعاليه راح تكون في مكتبه قطر الوطنيه، ويعطينا بعض التفاصيل عن هذه الفعاليه. يعني انا لو شخص مهتم في هالفعاليه ممكن اشوف بعض التفاصيل عن هالفعاليه، هل هي تناسبني او من الناس المستهدفين في هذه الفعاليه. ولو حبيت اوصل لها ممكن اهوس على الموقع الاتجاهات وراح يوصلني حق مكان الفعاليه بشكل خاص. ايضا عندنا من الميزه الرابعه او الخاصيه الرابعه في التطبيق اللي هي الاماكن. لما هوس على الاماكن فرضا انا حاب اني اروح اتسوق، لكن انا ما في بالي مكان معين، او انا ما اعرف شنو الاماكن الموجوده قريبه مني. مثلا انا سائح جاي الدوحه وحاب اتسوق، فاهوس على التسوق، اختار شنو نوع التسوق اللي انا ابي. هل ابي اسواق مجمعات؟ هل ابي متاجر مجوهرات؟ هل ابي ملابس؟ فلما اهوس على اي وحده من هذه الخاصيات يراويني الاماكن اللي فيها هذه التصنيف. جميل. وكم تبعد عني من مسافة. فلما أهوس على موقع من المواقع فقط أهوس على انطلق وراح يوصلني لهذا المكان. جميل هذا التطبيق جدا. إيمان. جميل، وفي ميزات إضافية عن غيره من التطبيقات. أنت صحيح. تقدر تعرف الاتجاهات، تقدر تعرف الفعاليات الموجودة في الدولة، تقدر تعرف على الأماكن، تقدر تستخدم اللوحة الزرقاء لتوصل حق المنزل أو مكان معين بشكل محدد. حلو. وإيمان هو خاص بمؤسسة أنشطة وفعاليات مؤسسات الدولة، ولا عندنا بعد نقدر نقول المراكز؟ ايضا يضم المراكز، يعني فيه لما نحط مثلا ندوات او نحط محاضرات او ما الى ذلك يعطينا الفعاليات اللي الناس اللي يعني الجهات نفسها دخلتها في التطبيق. فانا من هالمنطق احب ادعو جميع الجهات انها تدخل فعالياتها في هذا التطبيق حتى الجمهور يقدرون يستفيدون ويوصلون حق هذه الفعاليات بشكل كبير. صحيح. وحلو بعد حتى المؤسسات الحكوميه. نعم، احنا نحتاجهم في هذه الاماكن. نعم. حلو. ايش رايك في تفاعل الناس مع هذا التطبيق ايمان؟
صراحة تطبيق جدا مفيد، والناس يعني أكيد لما يعرفون عنه راح يستفيدون منه وراح يستخدمونه بشكل كبير. صحيح، يعني إحنا داخل البلاد ممكن نستخدمه. نعم، هذا التطبيق مصمم لداخل دولة قطر يعني. حلو، والسياح إذا حابين. والسياح اللي راح يكونون داخل قطر. وأنت بتستخدمين إيمان؟ أكيد، لأن في ميزات صراحة إضافية عن غيره من التطبيقات. حلو. فهو تطبيق مميز. وين بتقضين إجازة الربيع إيمان؟ حالياً طبعاً أنا أحب مثل هالأجواء، أنا أستمتع بالأجواء بالطبيعة مثل في سوق واقف، في الأماكن المفتوحة مثل كتارة لولا أو غيرها من الأماكن اللي فيها فعاليات، خاصة إحنا عندنا مهرجان الربيع فحابين نستمتع بالفعاليات الموجودة. مهرجان التسوق بعد عندنا إيمان. نعم. حلو، وش رأيك في الأسر؟ إيش قد بيستخدمون هذا التطبيق؟ طبعا راح يساعدهم بشكل كبير في انهم يتعرفوا على الفعاليات الموجوده، وين يقدرون ياخذون عيالهم، يقضون يعني يستثمرون وقتهم في هالاجازه. فراح يفيدهم بشكل كبير هالتطبيق في انهم يتعرفوا على الفعاليات عشان ياخذون عيالهم لهذه الفعاليات. حلو، تحبي تقولين كلمه اخيره عن التطبيق إيمان؟ ادعو الجميع ان ينزلون هالتطبيق يستفيدون من المميزات الموجوده فيه، فهو فعلا تطبيق مميز فيه العديد من الخصائص اللي راح تفيدنا في حياتنا اليوميه. إن شاء الله، وأيضاً ندعو المؤسسات أنهم يشاركون بعد هذا، يدخلون فعالياتهم حتى يستفيد منها الجمهور بشكل أكبر. شكراً إيمان على وجودك، دائماً تتحفينا بالبرامج الحلوة. العفو. مشاهدينا، كانت معنا إيمان حمد عضو فريق تكنو إيجابي. البرنامج جداً جميل، الكل يقدر يستخدمه خصوصاً في هذه الفترة، فترة إجازة الربيع. والحين مشاهدينا نتوجه إلى الرائعة خبيرة التجميل سامية الصالح اللي راح تطل علينا عبر فقرتها الصحة والجمال، تعرفنا فيها عن كيفية العناية بالبشرة. نتابع. سر جمال المرأة يكمن في بشرتها الجميلة والمشرقة. اليوم حبينا نكلمكم عن خطوات البسيطة والسهلة والأساسية للحصول على بشرة جميلة ومشرقة من مكونات طبيعية أو من خطوات بسيطة تقدرين تقومين بها في المنزل. لذلك ننصح دائما باتباع روتين صباحي وروتين ليلي للحفاظ على جمال البشرة. الروتين الصباحي يعمل على حماية البشرة وترطيبها، أما الروتين الليلي يعمل على تجديد خلايا البشرة وكذلك علاجها من أي مشاكل موجودة فيها مثل تبقعات أو بهتان أو كذلك خطوط وتجاعيد موجودة في البشرة. اليوم راح أشرح لكم بالضبط الخطوات الأساسية والسهلة للروتين الصباحي. الروتين الصباحي بالمختصر المفيد هو يحتوي على منظف بشرة يناسب بشرتك باستخدام الماء الدافي طبعا. الشغلة الثانية الحصول على سيروم وكريم مناسب لنوع بشرتك للترطيب، ومعه واقي الشمس ألا وهو أهم عامل وأهم كريم ينصح دائما باتباعه لأنه يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، وفي نفس الوقت لو كان في مشاكل للتبقع أو التصبغات الجلدية راح يحافظ أنه يقللها وكذلك ما يزيد من حدتها. أما بالنسبة للروتين الليلي فينصح بالحصول واتباع النظام الروتيني الليلي حتى نستطيع أن نرى النتائج، بالذات إذا كان في مشكلة نود القضاء عليها مثل ما قلنا تصبغات أو بهتان بشرة أو مسام كبيرة. لذلك ينصح دائما بشراء منتجات للعناية المنزلية تكون مناسبة لهذه الحالات. الخطوات الليلية جدا سهلة وبسيطة، تحتوي على المنظفات مثل مزيل المكياج وكذلك التونر، الحليب وكذلك المقشر، وينصح دائما باستخدام المقشر بمعدل مرة إلى مرتين في الأسبوع لتقشير البشرة. ومن بعد ذلك تأتي خطوات الحصول على أو وضع الكريمات والسيرم. فنبتدي أول بالسيرم الخاص بعلاج البشرة، ومن بعدها الكريم، والنقطة الأخيرة ألا وهي كريم اللي يوضع حول منطقة العين لإخفاء لتقليل الانتفاخات والسواد المحيط حول منطقة العين. أما أكثر النصائح اللي أحب أختم فيها حلقتي معاكم لليوم ألا وهو بأهمية الحصول على كميات كبيرة من الماء، لأن تلعب دور كبير في جمال البشرة. وكذلك لا ننسى أهمية المساج. لما نضع أي كريم أو سيروم
المساج يعمل على تجديد البشرة من خلال تحريك الدورة الدموية. وما ننسى أكيد أن إحنا نتحكم أو نضع الميك اب بكميات معتدلة ونتأكد من تنظيف البشرة جيدا من بعد المكياج. والنقطة الأخيرة اللي حابة أنا أنصح فيها جميع السيدات ألا هو الحصول على تنظيف بشرة أسبوعي حتى ولو كان منزلي، وكذلك تنظيف بشرة على الأقل بمعدل مرتين في الشهر في مراكز التجميل المختصة. جميلة هي خبيرتنا سامية صالح، وأيضا جميلة معلوماتها اللي قاعد نحصلها منها، ونتمنى أن احنا نهتم في نفسنا مثل ما قالت. وخلونا نبدأ من هذه الإجازة. فاصل قصير مشاهدينا ونرجع لكم من بعده. بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام من جديد. نتوجه الحين إلى وزارة التعليم والتعليم العالي، حيث يتواجد نديب قناة الريان محمد شهراني لمواكبة الإعلان عن استضافة دولة قطر لأولمبياد العلوم الدولي للناشئين، والذي سيقام في الدوحة خلال شهر ديسمبر 2019. المعلومات الباقية كلها راح تكون عند محمد. صباح الخير محمد. صبحت الله بالخير أختي مريم، وأيضا السادة المشاهدين صبحكم الله بالخير، وموجودين في وزارة التعليم والتعليم العالي وبالتحديد قاعة الاجتماعات. اليوم إن شاء الله راح يتم الإعلان عن استضافة دولة قطر لأولمبياد العلوم للناشئين بإذن الله في دولة قطر في سنة 2019. معي الأستاذ حسن المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التعليم، راح يحدثنا أكثر عن تجهيزاتهم لاستضافة الأولمبياد. أبو علي صبحك الله بالخير وعساكم على القوة إن شاء الله. صبحك بالنور أخوي محمد وأختي مريم في الاستديو وجميع مشاهدي قناة الريان. الله يوفقكم إن شاء الله، وصبحك بالنور والسعادة. أستاذ حسن، استضافة اليوم يتم الإعلان عنها إن شاء الله، شلون لقيتوا الخبر منذ مشاركتكم الأخيرة في أفريقيا؟ نعم طبعا، مجرد استضافة دولة قطر للنسخة 16 إن شاء الله من أولمبياد العلوم الدولي للناشئين تعتبر إنجاز كبير، خاصة أن قطر اختيرت لاستضافة هذا الحدث، يمكن يوم تعتبر أول دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي اللي راح يشارك فيه يعني عادة من 50 إلى 70 دولة تقريبا تشارك في هذا الحدث اللي يقام سنويا، وهو عبارة عن مسابقة دولية بين طلاب المدارس سواء المدارس الحكومية والمدارس الخاصة اللي يمثلون دولهم لمن هم أقل من 15 سنة في مواد علمية مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء. كنت تجرى مسابقات عملية ومسابقات نظرية، ومنها يتم تحديد الفائزين فيها. وإن شاء الله راح تستضيف دولة قطر النسخة 16 خلال فترة من 3 إلى 12 ديسمبر عام 2019 إن شاء الله. بإذن الله، الله يوفق الجميع إن شاء الله. ما شاء الله، يمكن بديتوا التجهيزات الآن، شو التجهيزات الترتيبات، خلاص بديتوا ولا باقي في وقت إن شاء الله عقب الإعلان اليوم؟ نعم طبعا، تشكلت أولا اللجنة المنظمة العليا لهذا الحدث برأس السعادة الوكيل وايضا الاستاذ الفوزي الخاطر المساعد الوكيل المساعد للشؤون التعليميه، هي نائب الرئيس. تشكلت اللجنه التنظيميه كلها، وايضا راح يتم قريبا تدشين الموقع الالكتروني
والتعاون أيضا مع جميع الجهات في الدولة لتنظيم هذا الحدث. يمكن هو الحدث لا يخص فقط وزارة التعليم والتعليم العالي، أيضا بالتعاون مع جامعة قطر وأيضا مؤسسات قطر للعلوم والتربية والتنمية المجتمع، بالإضافة إلى جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، كلها شركاء في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير. شيء أكيد أستاذ حسن، لو بنتكلم بشكل عام عن المنافسة اللي راح تكون موجودة، إيش راح يكون أثرها على الطلبة القطريين وأيضا على دولة قطر؟ يعني قطر بدأت تشارك في هذه المسابقة ممكن من سنتين، يمكن العام احنا شاركنا اول مره وقيمت في هولندا، والحمد لله استطاع احد طلابنا عندنا تحقيق ميداليه برونزيه. السنه هذه ايضا شاركنا للمره الثانيه وايضا حققنا ميداليه برونزيه، يعتبر هذا شيء ايجابي ويعكس ايضا اهتمام دوله قطر في مجال التعليم بدل في الجانب العلمي او المواد العلميه. واكيد استضافه دوله قطر ايضا تعكس جهود دوله قطر في مجال التعليم سواء على المستوى الدولي او حتى على المستوى المحلي، وايضا نشر ثقافه التمييز العلمي من خلال مشاركه طلابنا في مثل هذه الفعاليات والاحداث الدوليه. فوق الجميع إن شاء الله. أستاذ حسن، لو بنرجع شوي للبرونزية اللي خليتوها ما شاء الله في آخر مرحلة، ومبارك لكم هذا الإنجاز، شلون كان تأهيل الطلبة اللي مثل هالبطولات، وأيضا المسابقة الجاية شلون راح يتم تأهيل الطلبة حتى من الآن ولا في وقت معين؟ نعم، قطاع الشؤون التعليمية في الوزارة وتحديدا قسم العلوم بإدارة التوجيه التربوي وهو مسؤول عن إعداد الطلاب للمشاركة في هذه المسابقة. لو تلاحظ أن خلال العام الدراسي يتم إجراء المسابقة المحلية أو المسابقة الوطنية بين طلابنا في مجال العلوم في المواد هذه، مواد الكيمياء والفيزياء وأيضا الأحياء، ومن ثم يتم اختيار أفضل 6 طلاب لتمثيل دولة قطر في المسابقة. يكون 3 طلاب وإذا 3 طالبات، هم الطلاب اللي أميز الطلبة هم اللي يمثلون قطر في هذه المسابقة. فالحمد لله تقام المنافسة على المستوى المحلي ومن ثم يتم تأهيل طلابنا للمشاركة في المستوى الدولي. ناويين على المراكز؟ إن شاء الله إن شاء الله، نحن الحمد لله حققنا ميداليات رمزية في نسختين السابقتين، وإن شاء الله نتطلع إلى أفضل الذهب والفضة إن شاء الله في النسخة المقبلة. الله يوفقكم إن شاء الله ويسهل أمورك. إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا أعزائي المشاهدين، هذا كان لقاء مع الأستاذ حسن محمدي حديثه عن أولمبياد العلوم الناشئين في نسخة 16 اللي راح إن شاء الله تقام في دولة قطر في ديسمبر 2019. هذا بشكل عام حديثه عن الأولمبياد ودعواتكم لدولة قطر بالفوز إن شاء الله بالمراكز الأولى بإذن الله. هذا كل اللي عندي، والله يعطيكم العافية. نرجع لكم مشاهدينا، شكرا محمد، وشكر أيضا موصول لضيفة أستاذ محمد على هذه الأولمبياد. فعلا شيء جميل أن هم يقدرون يسوون مثل هذا، وإنجاز كبير بحق وزارة التعليم. مشاهدينا، ومن محمد شهراني للروح إلى فقرة الغذاء الصحي، نرجع لكم. طبقنا لليوم من تحضير الشيف نبيل الأصفر سلطة الدجاج بالعنب. المكونات اللي نحتاجها لهالسلطة: صدر دجاج حبة واحدة، نعناع 10 جرام، بقدونس 8 جرام، كرفس 40 جرام، عود قرفة، العنب 50 جرام، الصنوبر 10 جرام، زبادي 250 جرام، أفوكادو حبة واحدة، طماطم جفف 2 جرام، حمص مسلوق 145 جرام، زيت زيتون 30 ملي، بصل أخضر 8 جرام، والفلفل الحار معلقة صغيرة من الكمون، ملح وفلفل أسود على حسب الرغبة، خردل 10 جرام. نروح الحين لطريقة تحضير السلطة. أول خطوة نغلي الماء ونحط فيها صدر الدجاج والقرفة والبصل على درجة حرارة عالية لمدة 10 دقائق. نقطع الأفوكادو والبصل الأخضر، والكرفس،
والطماطم المجففة. والبقدونس. نقطع النعناع لحبات ناعمة. ومن بعد تقطيع المكونات نروح نحضر الصلصة. ونضيف عليهم الزبادي والخردل. والكمون والملح والفلفل الأسود. ونضيف عليهم زيت الزيتون ونخلطهم. ناخذ الدجاجة اللي غليناها ونقطعها باليد لحبات رفيعة وصغيرة. ونضيف الدجاج على الخضار المقطع. ونضيف عليهم الحمص والصنوبر والعنب. ونحط عليهم الصلصة مثل ما انتم شايفين ونخلطهم. ونضيفها بصحن التقديم ونزينها بالأفوكادو والصنوبر. وبكذي خلصنا طبقنا لليوم، وعليكم بالعافية. كذي مشاهدينا نكون وصلنا معاكم نهاية حلقة اليوم، تجولنا فيها من خلالها على العديد من الفقرات. كان عندنا تكنولوجيا تطبيق، كان عندنا اهتمام بالبشرة، كان عندنا طبق جميل، كان عندنا مسابقات وزارة التعليم. نتمنى أن تكون هذه الأشياء عجبتكم. نشوفكم إن شاء الله على خير. لا تنسون تتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر لكم أسفل الشاشة لأي اقتراح أو أي موضوع حابين نطرحه. نشوفكم إن شاء الله غدا في حلقة أخرى. مع السلامة. كلك طيرين درعك الطافي يفداك قبضة صغيرة العود والشيبة من دونك نعلم العيال برهافي يتوب منها ولا يحسب مصاويبة ولا يحسب مصاويبة بحكم من هو
تحكي في كل محفل علمها الوافي لعدة والناس قادتهم لمريبة اسمه لحاله ضربت مخاليف